خليني كده ابدا معاك من حيث انتهى النادي الاهلي من ساعات قليله وتحقيقه لانجاز تاريخي باربع ميداليات برونزيه كانت اخرها على حساب بطل اسيا من ايام قليله. متابعتك لمشوار النادي الاهلي في هذه البطوله اللي الصراحه كلنا كنا طمعانين في الوصول للمباراه النهائيه، بس كان يعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. كان اسهل مره في ان انت اسهل درو. توصل للنهائي يعني. اداء كان هايل جدا في البطوله، ماتش اتحاد جده كان عظيم جدا. بالطبيعي الناس كلها توقعت ان انت الماتش التاني فرقه كويسه وفرقه محترمه وفيها اسماء كبيره، بس انت كان نادي الاهلي كنت احسن، كنت احسن كتير، لولا بس بعض الانانيه شويه من بعض اللاعبين. تحطيم ارقام، عايز ابقى الهداف كاس العالم، فده اللي عطل الماتش بتاع. لكن هو الطبيعي في الشوط الاولاني انت خارج كسبان 3 4 على الاقل يعني. لو في يعني اللي حصل في الماتش التاني انكار للذات، اللي هو انا مش عايز اجيب الجون وخلاص، اي حد يجيب الجون او المهم نكسب. لو حصل في الماتش اللي هو بتاع التالت والرابع، حصل في الماتش اللي قبليه، كان زمان بنلعب النهائي دلوقتي مع السيتي، بس قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله الحمد لله. المهم ان النادي الاهلي برضو خرج بميداليه، ودي كانت حاجه طبعا هامه جدا كل الجماهير وكل المحللين وكل البني ادمين الطبيعيين اللي هو حتى لو مش اهلاوي ولكن لو اي حد مصري، عشان النسخ اللي بعدها هتكون اصعب بكتير. بكتير. ايه اللي اختلف في نادي الاهلي؟ لانه قبل مشاركته في كاس العالم للانديه كان بيتعرض للانتقادات الفريق بالاكمل بقياده مستر كولر، ولكن مشاركته في كاس العالم للانديه اختلفت مع اول لقاء مع اتحاد جده، و كان في اهدار لبعض الفرص ولكن مش زي سلسله اهدار الفرص اللي كانت مزعجه جدا في الماتشات اللي قبلها. بس خلينا متفقين عامه، في الدوري او في الكاس العالم او السوبر او اي بطوله، النادي الاهلي محتاج فيرود جدا جدا يترجم الاداء والشكل الجماعي اللي بيحصل في الفرقه كلها، يترجم باهداف. كهربا مش مكانه، بس هو مأدي فيه بشكل كويس، بس لا، انت محتاجين فيرود افريقي اجنبي ايا كان يكون سوبر يقدر يترجم بس ما ينفعش الاداء. مصري؟ ما مفيش في بعض اللعيبه يعني، الجيده، ولا انت شايف ان لازم يكون اجنبي؟ لا مش لازم. هو انا يعني انا مش فارق معايا اجنبي او، بس انا عايز فيرود كويس مصري، حتى لو مصري. بس انا شايف دلوقتي ان مفيش حد في الدوري المصري زي كهربا احسن من كهربا. كهربا لا، انا مش شايف ان كهربا احسن منهم، بالعكس. لكن هو لما يكون في فيرود كويس افريقي او اجنبي هيفرق كتير، زي طيب فلافيو من اقل فرصه كان بيجيب. دي حقيقه. بما انك فتحت سيره الاهلي محتاج فيرود، هل الاهلي محتاج تدعيمات اخرى في يناير؟ انا من وجهه نظري شايف ان هو محتاج هاف ليفت كويس مع حسين، بخصوص ان انت خلاص عبد القادر خرجته بره المنظومه الحسبة والمعادلة وكل وبقى بره حاجة. حساباتك، فانت محتاج برضه في المكان ده حد كويس. محتاج حد لعلي معلول يبقى بنفس مستوى علي معلول. كريم الدبيس مأدي بشكل كويس، مش وحش خالص، بس لسه صغير، لسه ما عندوش الخبرات، لسه ما عندوش الخبرات الكافيه اللي هو ممكن يلعب ماتشات جامده او ماتشات تقيله اللي هو يقدر يشيلها. فانت محتاج حد باك ليفت كويس زي علي معلول، او يمكن احسن من علي معلول كمان، عشان علي معلول لما بيريح بتبقى في مشكله في ناحيه الشمال شويه.